ازيكو، انا عمر عربي، وفي الفيديو ده هوريكو ازاي عملت بيتزا الشوفان والدقيق البني. عشان اسهل المقادير عليكو هعمل زي فيديو البيتزا اللي فات وهقيس كل المقادير بكوباية الشاي العادية دي. اول حاجة جبت كوباية مية دافية، مش سخنة، دافية بس، وحطيت فيها معلقتين سكر ومعلقتين خميرة فورية وسبت الخميرة تشتغل. في الوقت ده طحنت كوباية شوفان في مطحنة التوابل، لو عندكوا دقيق شوفان جاهز ممكن تستخدموا منه كوباية على طول. أول ما المية والخميرة عملوا فوم كده بدأت أعمل العجينة. حطيت كوباية الشوفان اللي طحنته عليها كوباية ونص دقيق بني اللي هو دقيق القمح الكامل، عليهم معلقة صغيرة ملح وقلبتهم في بعض. بعدين حطيت حوالي معلقتين كبار زيت زيتون وحطيت كوباية المية والخميرة اللي عملتها. بعدين بدأت أقلب كل حاجة في بعضها. هنا أنا مش بعجن، أنا بس بحاول أخلي كل الدقيق والمية يمسكوا في بعض. لما عرفت أخلي كل حاجة في البولة كتلة واحدة كده، فرشت دقيق على الكاونتر ونزلت عليه العجينة. الأسهل هنا إن أعجنها بعجان كهربا، بس اللي شافوا فيديو البيتزا هيبقوا عارفين إن أنا عندي عجان أحسن بكتير. طريقة العجن اللي بعجن بيها هي ان كل ما يطول كده اقفله على بعضه وعجن تاني. ممكن تلاقوها بتلزق شوية في الايد او الكاونتر كده، لو ده حصل ما تزودوش دقيق عشان ما تبقاش العجينة ناشفة زيادة عن اللزوم. تسرعوا بس حركة العجن هتلاقوها مش بتلزق قوي، تزودوا دقيق بس لو لقيتوا العجن مستحيل من كتر ما بتلزق. العجينة بالدقيق العادي سهل اكتر اعرف فيها اتعجنت بالكامل ولا لا، لكن اللي بالدقيق البني دي بعجنها 10 دقايق كده وخلاص، سواء بايدي او بالعجان الكهرباء. بعد ما عجنتها عملتها على شكل كورة باني بلفها لتحت كده، بعدين حطيتها في بولة وغطيتها من كل حتة بزيت الزيتون وغطيت البولة وسبتها تخمر. بعد ساعتين كده بقى حجمها الضعف، فرشت دقيق على الكاونتر ونزلت عليه العجينة وقسمتها نصين وعملت النصين على شكل كور. نص هعمل بيه واحدة دلوقتي والنص التاني شلته في كيس تلاجة وحطيته في الفريزر عشان استخدمه بعدين. اليوم اللي قبل اللي هستخدمه فيه بطلعه من الفريزر واحطه في التلاجة يفك من بالليل للصبح. سبت الكورة دي تتخمر شوية كده على ما جهزت التوبينجز. قطعت مشروم فريش رفيع وبصل وفلفل اخضر وطماطم، مش هستخدم بيبروني ولا الحاجات التانية دي عشان الدايت. كمان هستخدم زيتون شرايح. وللصوص حطيت 3 طماطميات متقطعة 4 في الخلاط، عليهم فص ثوم ونص معلقة صغيرة من كل ده، ملح، فلفل اسود، ريحان، زعتر، وهريسة شطة عشان عايزها حرقة. مش هزود دهون ولا هسبك الصوص عشان يفضل هيلثي. كده كل حاجة بقت جاهزة. جبت صينية بيتزا مقاس 25 ودهنتها زيت ودقيق عشان ما تلزقش. بعدين جبت كرة العجينة وفردتها. انا عارف ان في فيديو البيتزا اللي فات قلتلكم ما تستخدموش البتاعة دي في الفرد، بس العجينة البني دي صعب شوية فردها بالايد. فردتها لحد ما بقى سمكها حوالي نص سنتي كده، بعدين نقلتها في الصينية. عادة بسيب الاطراف الزايدة دي مش مشكلة، بس عشان بصور فيديو بقى وكده قطعت الزيادات دي وشلتها. بعد كده دهنت الصوص وحطيت حوالي كوباية جبنة قريش. الجبنة القريش هي أكتر نوع جبنة مناسب للدايت ممكن يتحط على البيتزا، وما تستغربوش لو جربتوا الجبنة القريش على البيتزا دي هتحطوها على كل أنواع البيتزا الدايت والعادية كمان. بعد كده حطيت البصل والفلفل والطماطم والزيتون، وعشان بصراحة البيتزا ما تبقاش بيتزا من غير موتزاريلا حطيت نص كوباية بس. واخر حاجه حطيتها من فوق هي المشروم، ده عشان انا حطيته ني وعايزه يستوي كويس بحراره الفرن. دخلت البيتزا فرن كنت سايبه يسخن على اعلى درجه حراره من نص ساعه، من نص ساعه بس، وسبتها تستوي. مش بشغل الشوايه اللي من فوق خالص، بعرف ان البيتزا استوت لما الجبنه تسيح وتحمر بحراره الفرن نفسه. الحتة السودة دي مش معناها ان العجينة اتحرقت، دي بتبقى حتة جبنة او صوص وقع على الصينية وهو اللي اتحرق. عشان اتأكد برضو ان العجينة كويسة مش محروقة رفعتها من الجنب كده، لقيتها تمام، ونقلتها على البتاع ده عشان يبقى شكلها شيك في التصوير بقى وكده. عادة بصراحة باكلها من الصينية على طول. وبس كده، كانت طرية وطعمها حلو جدا وبتشبع اكتر من البيتزا العادية بكتير. جربوها وقولولي رأيكم.
وما تنسوش تعملوا لايك على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب وفولو على الانستغرام.